بكم مشاهدينا في هذا العرض المبسط الذي نتكلم فيه عن الشمس. فالشمس هي نجم يقع في مركز النظام الشمسي، وهي المصدر الرئيسي للضوء والحرارة على كوكب الأرض. تعتبر الشمس واحدة من الملايين من النجوم في مجرتنا المحلية، والتي تعرف باسم درب التبانة. تتميز الشمس بحجمها الهائل، حيث يبلغ قطرها حوالي 1.4 مليون كيلومتر، وهذا يعني أنها تمثل حوالي 109 أضعاف قطر الأرض. تتألف الشمس في الأساس من غاز الهيدروجين، حيث يكون نحو 74% من كتلتها، وحوالي 24% من الهيليوم. تتكون بقية الكتلة من عناصر أخرى بنسب ضئيلة. تعمل الشمس على توليد الطاقة من خلال عملية تسمى الاندماج النووي، وهي التفاعل النووي الذي يحدث في نواة الشمس. في هذه العملية يتم دمج ذرات الهيدروجين لتشكيل ذرات الهيليوم. يتم إطلاق كمية هائلة من الطاقة في شكل ضوء وحرارة. تصل درجة حرارة نواة الشمس إلى حوالي 15 مليون درجة مئوية، ويتم نقل الطاقة المنتجة في نواة الشمس من خلال طبقات مختلفة في الشمس، بداية من المنطقة الداخلية الحارة المعروفة باسم النواة، وتمتد إلى طبقة الظهور التي يمكن رؤيتها من الأرض، بحيث تنتقل الطاقة من خلال هذه الطبقات بواسطة الإشعاع والتوصيل الحراري. تؤثر الشمس بشكل كبير على الأرض والحياة عليها، فهي توفر الضوء اللازم للنباتات لإجراء عملية التمثيل الضوئي وإنتاج الغذاء، وتعتبر أيضاً مصدراً للطاقة الحرارية اللازمة للحفاظ على درجة حرارة الكوكب، كما أن الشمس تؤثر على المناخ ونظام الطقس على الأرض بسبب تأثيرها على توزيع الحرارة والرياح. يمكن مشاهدة الشمس من الأرض باستخدام الأجهزة الواقية للعين، مثل النظارات الخاصة للشمس أو الفلاتر الشمسية، ومن المهم أن تتخذ الاحتياطات اللازمة عند مشاهدة الشمس مباشرة، حيث أن التعرض المباشر للشمس قد يلحق ضرراً خطيراً على العين، بالإضافة إلى دورها في توفير الضوء والحرارة. تلعب الشمس أيضاً دوراً هاماً في مجال الفيزياء الفلكية والبحوث الفضائية. تعتبر الشمس مصدراً للإشعاع الكهرومغناطيسي في مختلف الموجات، بما في ذلك الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية وأشعة غاما. تستخدم الأقمار الاصطناعية الفضائية والمراصد لدراسة الشمس وتحليل تركيبها ونشاطها. في الختام، تعتبر الشمس نجماً هائلاً يلعب دوراً حاسماً في دعم الحياة على كوكب الأرض وفي تشكيل الطقس والمناخ، وتستمر الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالشمس في كشف المزيد من الأسرار حول هذا الجسم السماوي الرائع وتأثيراته على كوكبنا. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله.